السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم طلبة الطالبات الصف الثالث الثانوي في حصص المراجعة. النهاردة إن شاء الله الحصة الثالثة من حصص المراجعة، نتكلم فيها عن الفصل الثالث بإذن الله. لو حد فايته حاجة من الفصول اللي فاتت فيقدر إن هو يرجع لها على قناة نجحناه وعلى اليوتيوب. الفصل الثالث بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن قانون فاراداي واجهزه توليد الكهرباء والتحويل. وزي ما انتم عارفين ان الفصل دوت من اهم الفصول، لان عدد درجاته في الامتحان بتكون كتير، فمعنى كده ان هو فصل مهم جدا ومحتاجين ان احنا نركز عليه. الفصل دوت بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حاجه اسمها الحث الكهرومغناطيسي. يعني ايه الحث الكهرومغناطيسي؟ ببساطة جدا الحث دوت ظاهرة تولد قوة دفعة كهربية في ملف في مصل بسبب تغير الفيض القاطع ليه. الموضوع بدأ ازاي؟ الموضوع بدأ ان من مبدأ اورست اللي احنا اتكلمنا عنه في الفصل الاولاني في الفصل الثاني، اللي قلنا إذا مر تيار كهربي في سلك فلا بد أن يتولد حوله مجال مغناطيسي يسبب انحراف أي بوصلة تقع بالقرب منه. هل ممكن بقى إن إحنا نعمل العكس، بإن إحنا نحرك أو إن إحنا نحط السلك جوه المجال الكهربي في المجال المغناطيسي، ففي الحالة دي نحصل على تيار كهربي؟ ده اللي عمله مين؟ ده اللي عمله واحد اسمه فاراداي. فاراداي عمل تجربة ظريفة جدا، كان بيجيب فيها ملف كده اهو. الملف دوت كان معرض لمجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي ده جاي من مغناطيس ادي ال N وادي ال S. بكل بساطة في التجربة بتاعت فاراداي بدأ فاراداي ان هو يخرج الملف ده او يبعد المغناطيس عن الملف، فوجد إن التيار الكهربي اللي بيتولد في المغناطيس دوت أو في الجلفانوميتر دوت بيكون ناحية اليمين كده. ولما حب إن هو يعمل نفس التجربة بس يدخل المغناطيس جوه قلب ومحور الملف، لقى إن اتجاه التيار في الجلفانوميتر اتعكس. ادي هنا ال N وادي ال S، وبدأ ان هو يقرب كده. لاحظ ان المؤشر بتاع الجلفانوميتر انعكس العكس، اتعرف العكس كده اهو. طيب قال يمكن المشكلة في القطب الشمالي، راح عاكس ال N وعاكس ال S، راح على نفس الكويل نفس الملف لقى اتجاه الجلفانوميتر في اتجاه معين لما كان بيبعد كده، لأن هو بيكون ناحية الشمال كده. ولما عمل إن هو كان بيقرب كده لقى إن مؤشر الجلفانوميتر انحرف العكس كده. استنتج من هنا فاراداي إن لما الفيض اللي بيخرج من الملف ده من المغناطيس ده يتغير في الملف ده تتولد قوة دفعة كهربية مستحثة وتيار كهربي مستحث بيسبب انحراف مؤشر الجلفانوميتر. اتسمت الظاهرة ديت بظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. فنقدر من هنا بقى نعرف يعني ايه الحث الكهرومغناطيسي. الحث الكهرومغناطيسي دي ظاهرة تولد قوة دفعة كهربية مستحثة EMF مستحثة وتيار مستحث في الملف. ليه حصل الكلام دوت؟ حصل لما فاراداي كان بيقرب وبيبعد المجال المغناطيسي، يعني كان بيحصل تغيير، يبقى بسبب التغير في الفيض القاطع للملف. الحث الكهرومغناطيسي درسه مين؟ درسه فاراداي وكمان عالم تاني اسمه لينز. فاراداي عمل قانون بيسمى بقانون لينز. لينز كان قانون فاراداي، آسف، قانون فاراداي.
فاراداي كان بيحاول ان هو يحسب قيمة الاي ام اف اللي بتتولد بين طرفي الملف. فالقانون بتاعه بيقول ان مقدار الاي ام اف اللي بتتولد بين طرفي الملف بيتناسب تناسب طردي مع عدد لفات الملف، وكمان ان الاي ام اف المستحثة المتولدة بين طرفي الملف بيتناسب تناسب طردي مع المعدل الزمني للتغير في الفيض المغناطيسي. فمن هنا فاراداي قال ان القانون بتاعه ان القوة الدافعة الكهربية المستحثة بين طرفي الملف تتناسب تناسب طردي مع عدد اللفات، وكذلك مع المعدل الزمني للتغير في الفيض القاطع له. بيجي في الامتحان يقول لك ايه هو قانون فاراداي. خلي بالك مش بيطلب منك القانون اللي هو رموز، لا بيطلب منك النص، علشان الناس تفرق ما بين نص قانون فاراداي والعلاقة الرياضية المعبرة عن قانون فاراداي. فتفرق تفرق كويس جدا جدا جدا. لما يجي يقول لك ايه هو قانون فاراداي اذكر نص قانون فاراداي، يبقى القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة بين طرفي الملف بتتناسب تناسب طردي مع حاجتين، عدد اللفات بالمعدل الزمني للتغير في الفيض القاطع للملف. من واحد واتنين من هنا اهو، ادي واحد وادي اتنين، نقدر نحطهم كلهم ونقول ان الـ EMF بتتناسب مع الـ N دلتا فاي ام على دلتا تي. طب عايزين بقى نحط القانون دوت صيغة رياضية ونشيل التناسب ده ونحط يساوي، فيبقى الـ EMF بيساوي ثابت N دلتا فاي ام على دلتا تي. الثابت ده بقى مين اللي هيحطه؟ هيحطه لينز. لما فسر ليه المؤشر كان بينحرف في الاتجاهات ديت، وقال ان احنا هنعمل قاعدة او قانون، القاعدة ديت بتسمى بقاعدة لينز، وديت بتقول ان دايما بيكون اتجاه التيار المستحث بحيث يعاكس التغير المتسبب في وجوده. يبقى احنا كلمة يعاكس ديت في الرياضة او في الفيزياء بنحطها كإشارة سالبة، ملهاش مقدار، مش بتعبر عن ان القيمة ديت بتكون قيمة تحت الصفر، انما بتعبر عن ان القيمة ديت بتكون في عكس الاتجاه. يبقى السالب دوت ده عبارة عن معنى اتجاهي فقط حسب قاعدة لينز. لينز قال ايه في القاعدة بتاعته دي؟ برضو مطلوب مني ان انا اعرف ان انا اقول دي عبارة عن ايه. قاعدة لينز بتقول ان دائما اتجاه التيار المستحث في الملف بحيث يعاكس التغير المتسبب في وجوده. فين اتجاه التيار؟ فين؟ في الملف. يبقى معنى كده ان وظيفة قاعدة لينز تحديد اتجاه التيار المستحث في الملف. يجي في الامتحان يقول لك ما هي وظيفة قاعدة لينز، مش تيجي تكتب له نص القاعدة عشان ما تبقاش انت فاكر ان انت بتحل صح. اتجاه التيار المستحث في الملف بحيث يعاكس التغير المتسبب في وجوده، ده تعريف قاعدة لينز. طيب ايه هي بقى وظيفة قاعدة لينز نفسها؟ تحديد اتجاه التيار المستحث في الملف بتاعي. طيب لينز بقى فسر الكلام اللي عمله فاراداي دوت ازاي في موضوع انحراف عكس الاتجاه. صلى على النبي بقى كده واحدة واحدة. قال دلوقتي وانا عندي الملف بتاعي كده اهو، كده اهو، كان هنا في جهاز جالفانوميتر كده، انا عندي N و S. لو انا كنت بقرب زي ما عمل فاراداي بالقطب الشمالي، فلاحظت زي ما لاحظ فاراداي ان بتتولد ما بين المغناطيس وقلب الملف قوة معاكسة للقوة اللي انا بأثر بيها. مش انا دلوقتي بحاول اعمل
تقريب ادخال، الاقي ان الملف بتاعي يعمل العكس، يعمل قوة تنافر. فلينز قال ان قوة التنافر ديت ما تحصلش غير لما يكون الاقطاب متشابهة، فهنا يكون N وهنا يكون S، والكلام ده بالحث الكهرومغناطيسي. واروح رايح مطبق اي قاعدة من قواعد تحديد اتجاه المجال بتاعت الملف اللولبي، زي عقارب الساعة او زي امبير اليد اليمنى مع تبديل دالات الاصابع. فادي ايدي اليمين، وادي اتجاه اندفاع الفيض اللي هو اتجاه القطب الشمالي، فهلاقي ان اتجاه التيار طالع لفوق في الملف بتاعي كده اهو. معنى كده ان المؤشر بتاعي هيكون جاي كده اهو. طب لو احنا رحنا بدل ما كنا بنعمل تقريب هنعمل ابعاد، ادي الملف بتاعي برضو، والمرة دي هنعمل ابعاد طبقا لكلام لينز. فالابعاد يعمل لي قوة عكس اللي انا بعمله. انا بحاول اعمل ابعاد كده اهو، الاقي ان الملف بتاعي يعمل قوة العكس. ايه القوة العكس اللي هيعملها؟ يعمل قوة تجاذب. طب قوة التجاذب ديت ما تجيش الا من اقطاب مغناطيسية مختلفة، فهنا يبقى الاس وهنا يبقى الان. وفي الحالة ديت لو انا جيت طبقت ولقيت ان اتجاه القطب الشمالي كده واندفاع الفيض كده، هلاقي ان التيار، بص الصابع ديت معكوسة ازاي، يعني التيار بيكون نازل لتحت كده اهو. فهلاقي ان مؤشر الجالفانوميتر بينحرف ناحية اليمين كده. نفس الحكاية لو عملنا الكلام دوت بالاس، هي اللي بتقرب او بتبعد. يبقى معنى كده انت بتحاول تقرب، لينز يقول لك يبقى الملف بتاعك يعمل معاك قوة تنافر، وتقدر تحدد من قوة التنافر ده نوع الوجه اللي بيكون عندك في الملف. يبقى معنى كده ان احنا باختصار قدرنا ان احنا نوصل ان الـ EMF بيساوي سالب N دلتا فاي M على دلتا T، وسمينا الكلام ده باسم قاعدة او قانون فاراداي، والإشارة السالبة ديت معنى اتجاهي حسب قاعدة لينز. هنبدأ بقى نشوف شوية ملاحظات كده جميلة على الكلام بتاع قانون فاراداي. برضو تخلي قدامك ان الـ EMF بيساوي سالب N دلتا فاي M على دلتا T. اول حاجة هات لو سمحت الفاي M في طرف لوحديها، هتلاقي ان الدلتا فاي M بيساوي الـ EMF دلتا T على الـ N. طيب الفاي ام دي بتقاس بايه؟ بتقاس بالويبر دبليو بي كده. بيكافئ الويبر المره دي، طبعا احنا ما كنا بنقول الاول ان الويبر بيكافئ تسلا في متر مربع، عايزين من هنا نطلع وحده قياس جديده مكافاه. فالاي ام اف بيقاس بالفولت، والدلتا تي بي الثانيه سكند، والنمبر اوف تيرنز عدد اللفات ملوش وحده قياس. فمن هنا نقدر نقول ان الويبر بيكافئ فولت في ثانيه. يبقى انت لو جالك وحدات قياس مكافاه ولقيت فولت في ثانيه، تعرف على طول ان ده بيكافئ الويبر. فمن هنا بقى عايزين نعرف الويبر، زي ما قلنا المره اللي فاتت واللي قبليها، ان اي تعريف لوحده قياس بتعمل ايه؟ بكل بساطه جدا تقول لي دوت بتاع ايه. يبقى الويبر ده عباره عن الفيض المغناطيسي. طب الفيض دوت هيقطع كام لفة عندي؟ الذي إذا قطع ملف من لفة واحدة وتلاشى، مش هي دلتا فاي ام، فيبقى واحد ناقص صفر. خلال أنا عايز الزمن بتاعي يكون قد إيه عشان ده يطلع لي واحد؟ برضو واحد. خلال زمن قدره واحد ثانية هيطلع الـ EMF قدرها 1 فولت. تتولد بالحث EMF قدرها 1 فولت. يبقى ايه هو تعريف الويبر اللي بيكافئ فولت في ثانية؟ ده مقدار الفيض المغناطيسي اللي لو قطع لفة واحدة بس وتلاشى خلال ثانية واحدة بس، تتولد EMF بين طرفي الملف قدرها 1 فولت بس. طيب يبقى ادي اول حاجة شفناها من ملاحظاتنا على قانون فاراداي.
ايه الحاجه التانيه؟ ان الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي، فاحنا ممكن نفك الدلتا فاي ام ديت ونخليها دلتا، ونفتح قوس هنشيل الفاي ام ونحط بي في ايه. الكلام ده قلناه اول حاجه في الفصل الثاني. فممكن التغير بتاعي يكون تغير في البي او تغير في الايه. يعني كده بقى عندي حالتين، ان الاي ام اف يساوي سالب ان دلتا بي في ايه على دلتا تي، وهنا التغير يكون في كثافه الفيض بي، او ان الاي ام اف يساوي سالب ان بي دلتا ايه على دلتا تي، وهنا يكون ان المساحه هي اللي بتتغير. هتقول لي ازاي الكثافه هنا اللي بتتغير وازاي المساحه هي اللي ممكن تكون تتغير؟ بكل بساطه ان البي ديت تكون جايه من مجال مغناطيسي متغير، او ان انت تكون بتقرب وبتبعد بالمغناطيس بتاعك عن المجال. مش انا دلوقتي لو عندي الملف ده وعندي المغناطيس اهو، وكنت بقرب او ببعد كده، انا بزود الفيض او كثافه الفيض اللي بتقطع وجه الملف ده او بقللها، لان انا عارف ان البي بتتناسب تناسب عكسي مع الدي، فانا كل ما ببعد عن المغناطيس كل ما بقلل كثافه الفيض. ففي الحاله ديت الاي ام اف بيساوي سالب ان، وتشيل الدلتا بي وتحط بي 2 ناقص بي 1 مضروبه في الايه على الدلتا تي. وده كده بالنسبه لي لو كان التغير في الكثافة بتاعتي. طيب لو كان التغير في المساحة، ازاي يعني التغير يكون في المساحة؟ مش فاهم. يعني انت تكون جايب الملف بتاعك عادي جدا شكله كده اهو، تروح جاي ماسكه من النص كده وتروح فعصه كده اهو، كده المساحة بتاعتك كانت كبيرة بقت صغيرة، فالاي ام اف بتاعتي هتساوي سالب هنا كثافة الفيض ثابتة يبقى بي، انما المساحه هي اللي اتغيرت فبقت بي 2 ناقص اي 1 على الدلتا تي. دي كده خلاص موضوع المساحه ديت ما فيهاش اي كلام تاني. واحنا عرفنا ان لو جه قال ان المساحه اتغيرت، جه يجيب لك ان الملف كان عباره عن دايره مديك نص قطر، يبقى انت تروح تجيب مساحه المقطع. يقول لك بقى ايه؟ فاذا تم ضغط الملف حتى اصبحت مساحته، يبقى انت كده جبت اي واحد ومعاك اي اتنين، تطرحهم من بعض وتعوض في قانون فرضية عادي جدا بدون اي مشاكل. احنا بقى دلوقتي هنتكلم عن القانون ده دلوقتي كده في ملاحظتين كمان. لو انا دلوقتي عندي ايه؟ لو انا كان عندي الملف بتاعي محطوط كده اهو، ملف محطوط والمجال المغناطيسي موجود معاه كده اهو، ادي الان وادي الاس كده، الفيض بيخرج من القطب الشمالي كده اهو، يدخل علشان يلف لفته ويروح للقطب الجنوبي كده اهو. ده اللي احنا اتعلمناه في الفصل الثاني. طب ممكن من هنا نحسب الفاي ام في الحاله الاولى؟ مش ده كده بيقطع او بيسقط على الملف عموديا عامل زاويه 90 على اللفه كده، يبقى هيكون بي اي قيمة عظمى ماكسيمم. طيب اللي يحصل بقى لو دار الملف ربع دورة؟ يبقى لو دار الملف ربع دورة او بزاوية 90 درجة، ايه اللي يحصل؟ بكل بساطة ادي الان وادي الاس وادي الملف بتاعي بقى هو اللي يدور، او المغناطيس هو اللي يدور. يعني المغناطيس هيبقى شكله واقف كده اهو، ادي ال N وادي ال S وادي الملف زي ما هو، او تقلب الملف وتخلي المغناطيس ثابت كده. المجال المغناطيس اللي هيخرج، هيخرج من ال N كده هو عشان يدخل لل S، هيخرج من ال N كده هو عشان يخرج لل S. هل كده في اي فيض هيقطع المجال دوت، هيقطع المغناطيس دوت؟ هنا المجال موازي المساحه، فيبقى الفاي ام في الحاله الثانيه لو دار الملف ربع دوره بيساوي صفر. كده لو انا بقى عايز اجيب متوسط الاي ام اف خلال ربع دوره، فهيبقى سالب ان. هنطرح فاي ام 1 ناقص فاي ام 2 هيديني بي اي ناقص 0، يبقى بي اي على الدلتا تي. يبقى الكلام دوت بنقول عليه متوسط الاي ام اف خلال
ربع دورة. خلي بالك من الألفاظ ديت علشان هناخد كمان شوية الاي ام اف بعد ربع دورة. كلمة متوسط تختلف تماما عن بعد، كلمة بعد تحولني على طول للدينامو، انما هنا انا بتكلم عن متوسط الاي ام اف. لو دار ربع دورة او 90 درجة يبقى الاي ام اف بيساوي سالب ان دلتا بي في ايه على دلتا تي. طب لو بقى الملف بتاعي دار كم من ربع دورة كمان ودار نص دورة، لو دار الملف نصف دورة يعني الزاوية بتاعتي 180 درجة، فالملف دار أو المغناطيس اللي دار مش هيفرق معايا في حاجة. يعني أنا ممكن أثبت الملف كده برضو وأدور الإيه المغناطيس بتاعي. فالمغناطيس ده هنا هو في الحالة الأولانية لو اتقلب 180 درجة الاس هي اللي تكون قريبة والان هو اللي يكون بعيد. طب في الحالة ديت مش الفيض هيخرج من الان كده ويروح رايح قاطع الملف ده ويروح جاي للاس كده؟ كده الفيض بتاعي برضو عمودي بس المرة دي اتجاهه اتعكس، بدل ما كان بيدخل من الشمال بقى يدخل من اليمين. يبقى كده الفاي ام في الحالة ديت بقت برضو قيمة عظمى بي ايه بس الاتجاه اتعكس بقى بالسالب. ففي الحالة ديت لو أنا عايز أجيب الدلتا فاي إم فيبقى فاي إم واحد ناقص فاي إم اتنين يبقى بي إيه ناقص تفتح قوس سالب بي إيه، فالكلام ده يطلع 2 بي إيه. ومن هنا نقدر نقول إن الـ إي إم إف بيساوي سالب إن، هشيل الدلتا فاي إم وأحط 2 بي إيه على دلتا تي، والكلام دوت يبقى متوسط الـ EMF خلال نصف دورة. ايه ده؟ يعني هو لو جه قال لي خلال ربع دورة وانا حسبتها على نصف دورة الموضوع باظ؟ اه بكل بساطة متوسط الربع دورة لما تيجي تحسبها كده القانون بتاعك بيكون مضروب في 2. حتة بقى كده يعني ها علشان يعني ما نقولش ما نسيبش حاجة في الجزئية ديت، هل ممكن يتساوى الـ EMF المتوسط خلال ربع دورة مع الـ EMF المتوسط خلال نص دورة؟ أصلا هما متساويين. لو أنت جيت في مسألة حسبت الـ EMF خلال ربع دورة والـ EMF بتاع نص دورة هيطلع لك نفس القيمة. إزاي؟ ركز معايا. دلوقتي إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في الـ BA؟ كانت الأول BA خلال ربع دورة، خلال نص دورة بقت 2 بي ايه. كده انت عملت ايه للفيض بتاعك؟ بقى الضعف، بقى 2 بي ايه. بس سؤال، هو الدلتا تي مش كان الاول ربع الدورة زمن ربع الدورة، انما تحت في النص دورة مش كان زمن نص دورة؟ سؤال، انت كده عملت ايه في الزمن برضو؟ انت ضعفت الفيض اللي في البسط، ما هو انت كمان ضاعفت الزمن اللي في المقام. لما اقسم واحد على ربع يطلع اربعة، ولما اقسم اتنين على نص يطلع برضه اربعة. ففي الحالة ديت اقدر اقول ان متوسط الـ EMF بتاعت ربع دورة بيساوي متوسط الـ EMF بتاعت نص دورة. بس خلي بالك مش معنى كده ان انت تروح تستخدم قانون الربع دورة في النص دورة والعكس، لا. انت لو حسبت قانون الربع دورة بقانونها وقانون النص دورة بقانونها هيطلع لك ان متوسط الـ EMF في الربع بيساوي الـ EMF في النص. طب لو جه قال لك علل هنقول له لان مضاعفة الفيض تمت مع مضاعفة الوقت، وبالتالي يظل دلتا فاي ام على دلتا تي معدل ثابت. مصر كان تعدادها 50 مليون، دخل الفرد دخل الدولة كان 100 مليار. السنة اللي بعديها بقينا 100 مليون ودخل الدولة بقت 200 مليون، دخل الدولة بقت 200 مليار. هل معنى كده إن إحنا بقينا دولة غنية؟ لا، لأن معدل الفرد الواحد فضل زي ما هو، يبقى إحنا لسه ثابتين، فتطلع القيمة القديمة زي القيمة الجديدة. تمام كده؟ انت عملت مضاعفة للبسط بس الحاجة اللي انت بتقسم عليها اتضاعفت كمان، فالنسبة تفضل نسبة ثابتة ما فيهاش تغيير. يبقى متوسط الـ EMF خلال ربع دورة بس تتحسب بقانونها اللي هو NBA على دلتا تي
يساوي الـ اي ام اف المتوسط خلال نص دورة، اللي هو ان 2 بي اي على الدلتا تي علشان النسبة ثابتة. يبقى كده الحمد لله قانون فاراداي في الملفات ما فيهوش اي مشاكل، والحمد لله خلصنا. طب ايه اللي يحصل بقى لو احنا فردنا الملف دوت وخليناه سلك مستقيم؟ خلينا نشوف. لو انا عندي السلك بتاعي اتحط جوه المجال كده اهو، ده مجال مغناطيسي، رحت رايح جايب قضيب معدني، سيخ معدني كده مثلا من النحاس او من الحديد من اي مادة عامة بس غير معزول، يعني السيخ اللي احنا بنشوي بيه دوت جايبينه من النحاس معلوش اي بلاستيك، ورحت رايح جايب سلك سميك غليظ كده وموقفه عليهم بالشكل ده عند نقطة اسمها ايه؟ القضيبين دول وصلتهم ببعض عن طريق جلفانوميتر كده اهو. انا رحت ماسك السلك ده حركته ناحية الشمال بقوة قدرها اف، فلاحظت ان السلك بتاعي مكانه بدل مكان ايه اكيد هيجي عندي بيه كده اهو، يبقى هو اتحرك مسافة قدرها دلتا اكس. ولو كان طول السلك ده اسمه L، فلاحظت بقى ان في الاخر خالص لما اتحرك ان الجلفانوميتر بتاعي انحرف في الاتجاه معين. عايزين نشوف بقى ازاي نحدد الـ EMF قيمة ومقدار لما يكون الموصل بتاعي على شكل سلك مستقيم، واحدة واحدة وبالراحة. احنا متفقين ان الـ EMF بيتناسب تناسب طردي مع المعدل الزمني لقطع خطوط الفيض، ففي الحالة دي الـ EMF بيساوي سالب دلتا فاي ام على دلتا تي، وطبعا ما كتبتش لان هنا ما عنديش عدد لفات، او اعتبر ان يا سيدي الحركة دي كونتني دايرة عدد لفاتها واحد، انما اصلا انا ما عنديش ملف ليه عدد لفات. هنبدأ نفك الدلتا فاي ام ديت زي ما تعودنا، فتبقى دلتا بي في ايه. بس سؤال، هل كثافة الفيض هنا اتغيرت؟ لا، ما انت شايفها هي قيمة ثابتة، لا انا بعدت ولا قربت، انما اللي كان بيتغير المساحة، يبقى اكيد الدلتا فاي ام تتفك بيه ايه على دلتا تي، دلتا ايه على دلتا تي. طب المساحة هنا اتغيرت ازاي؟ مساحة الشكل بتاعتك ديت ده كده، مش ده عبارة عن مستطيل مساحته طول في عرض؟ يبقى الدلتا ايه ديت تتفك وتبقى الطول اسمه ال والمساحة اسمها والعرض اسمه دلتا اكس، فهشيل الدلتا ايه واحط مكانها ال دلتا اكس، يبقى في الحالة ديت الـ EMF بيساوي سالب ال B، هشيل الدلتا ايه واحط مكانها ال دلتا اكس على دلتا ايه. التغير في الإزاحة مقسومة على الزمن خدناها في أولى ثانوي اسمها السرعة V، من هنا الـ EMF بيساوي سالب الـ B الـ V. طب الكلام دوت لو كان السلك محطوط عمودي على المجال، لو كان بيتحرك عمودي، يلا نشوف بقى لو بيتحرك بميل، في الحالة ديت بنخليها ساين ثيتا علشان نجيب الـ EMF في أي لحظة. الكلام ده الـ EMF كانت، الـ EMF كانت في سلك، في سلك مستقيم. يجي يقول لي بقى علل، يتحرك سلك جوه مجال مغناطيسي ومع ذلك لا تنحرف إبلة الجلفانوميتر أو لا يتولد به قوة دفع كهربية مستحسة. بكل بساطة محدش بقى يجي يقول لي يبقى البي بصفر، ال بصفر، الفي بصفر، لأن هو قال لك سلك مستقيم، وما دام سلك يبقى أكيد ليه طول. قال لك مجال مغناطيسي يبقى أكيد في بي، لو ما كان ما فيش بي يبقى ما كانش مجال مغناطيسي. وبيتحرك، ما دام ما يتحرك يبقى أكيد ليه سرعة، يبقى لا البي بصفر ولا ال بصفر ولا الفي بصفر، فما فيش حالة تخلي إن الـ EMF تبقى بصفر في الموصل إلا لو كان الثيتا بتاعتي بزيرو، يعني السلك بيتحرك موازي للمجال. طب إيه ممكن يخلي كمان الـ EMF بتساوي صفر؟ إن لو كان السلك بتاعي محطوط في محور ملف لولبي، يعني لو أنا عندي ملف لولبي كده أهو، وأنا رحت جايب السلك بتاعي
حطه جوه المحور موازي كده اهو. فانت عارف اصلا ان خطوط الفيض اللي بتخرج من الملف اللولبي بتكون خطوط مستقيمة متوازية كده، فانت حاطط السلك موازي للمجال، وبالتالي الاي ام اف بتاعته بتساوي صفر. يبقى كل الحالات اللي بينحصر فيها ان الاي ام اف في سلك مستقيم بيساوي صفر، ان السلك بيتحرك موازي للمجال المغناطيسي. هتقول لي دي بصفر ولا الفي بصفر ولا ال بصفر ولا الكلام الفاضي ده. طب ايه هي العوامل هنا اللي بتتوقف عليها مقدار الاي ام اف المستحث في السلك المستقيم؟ اول حاجه كثافه الفيض، تاني حاجه طول السلك، السرعه اللي بيتحرك بيها السلك، ثالث حاجه، رابع حاجه، جيب الزاويه بين السلك والمجال. الحمد لله ما فيش اي مشاكل هنا. طب عايزين بقى نحدد اتجاه القوه، اتجاه الاي التيار او الاي ام اف. بيتم تحديد اتجاه الاي ام اف المستحثه والتيار المستحث في السلك المستقيم بواسطه قاعده فليمنج لليد اليمنى. خلي بالك بقى حبايبنا اللي يروحوا ايه؟ قايل لك بص 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 ما توجعش دماغك، انت تستخدم فليمنج اليد اليسرى عادي جدا وتعكس الاتجاه. غلط. هتلاقي في الاخر ان الموضوع بايظ والله، ولو نفعت معاك في مره كده بالغلط اللي انت عامله دوت مش هينفع في التانيه. تحديد اتجاه التيار المستحث في السلك المستقيم باستخدام لقاعده فليمنج اليد اليمنى. ازاي؟ ركز معايا. تعمل ايدك نفس ما كنا بنعمل في فليمنج اليد اليسرى، اجعل اصابع اليد اليمنى متعامده. بتخلي الابهام عمودي على السبابه، عمودي على الوسطى معه بقيه الاصابع. اول حاجه قلنا نحددها ايه؟ اتجاه المجال. السبابه هيكون هو اتجاه المجال. يبقى هو السبابه هيكون هو اتجاه ايه؟ اتجاه المجال المغناطيسي. بعد كده تحدد ان الابهام يكون هو اتجاه السرعه. الابهام هيكون هو اتجاه السرعه او الحركه. فتلاقي ان الوسطى معه بقية الاصابع بقى هم اتجاه ايه؟ اتجاه التيار المستحث بتوعي. تعالوا كده نطبقوا في الدايرة اللي قدامكم دوت. اول حاجة خلي السبابة ديت رايحة فين؟ لاتجاه المجال. طب المجال بتاعك داخل الصفحة ولا خارج الصفحة؟ مخترق الصفحة، يعني انت تروح حاطط الابهام كده داخل على الشاشة بتاعتك او الصفحة بتاعتك بالشكل ده. طب بعد كده تحدد اتجاه ايه؟ اتجاه الحركة بمين؟ بالابهام. بص الابهام بتاعك متعامد اهو، انت عايز تخلي الابهام ده رايح فين؟ رايح ناحيه الشمال. ما تروحش بقى تروح عامل ايدك وتروح، لا، بكل بساطه انت تثبت ده كده وتروح لافف ايدك كلها بس مثبت السبابه بتاعتك في نفس الاتجاه، وتروح مخلي الابهام دوت رايح في اتجاه السرعه او القوه بتاعتك. هتلاقي ان الوسطى معه بقيه الاصابع رايحين لتحت، معنى كده ان السلك بتاعي هيتحرك فيه التيار لاسفل كده ويروح داخل كده كده كده، وفعلا ينحرف كده ويروح مكمل في الدايره بتاعتي. يبقى دي قاعده ايه؟ قاعده فليمنج لليد اليسرى. بتقول ايه؟ بتقول اجعل اصابع اليد قاعده فليمنج اليد اليمنى، اجعل اصابع اليد اليمنى متعامده. اجعل اصابع اليد اليمنى متعامدة على بعضها البعض بحيث يشير. أول حاجة تحددها قلنا اتجاه المجال، بيشير لاتجاه السبابة، بيشير لاتجاه المجال. بعد كده الإبهام يشير لاتجاه الحركة، فتلاقي الوسطى معه بقية الأصابع بيشير لاتجاه التيار المستحث. تبقى دي قاعدة فليمنج اليد اليمنى. خلي بالك خلي بالك، مرة واثنين وثلاثة، فليمنج اليد اليمنى استخدامها الاي ام اف بتاعة السلك المستقيم، الاي ام اف بتاعة الملف قاعدة لينز عشان ما تتلخبطش في الامتحان، فليمنج اليد اليسرى، فليمنج اليد اليسرى قاعدة ايه؟ قاعدة لتحديد اتجاه القوة الكهرومغناطيسية المؤثرة على سلك المستقيم. بالمرة كده علشان ما ننساش، ممكن نشوف مقارنة ظريفة ما بين كل القواعد اللي عندنا في المنهج علشان ما يبقاش حد
بيتلخبط فيهم بعد كده، لان انت مطالب منك انك تكون عارف كل قاعدة نصها واستخدامها علشان لو جات لك في المقارنات. لحظات كده معايا نجيب المقارنة. تمام، خلينا بقى نشوف اهو. عندنا اهو قواعد لتحديد المجال او التيار على حسب كل قاعدة عندك. اول حاجة قاعدة امبيل اليد اليمنى شغلها بيكون فين؟ تحديد اتجاه المجال المغناطيسي حوالين سلك مستقيم بيمر فيه تيار كهربي. النص بتاعها اقبض على السلك بيدك اليمنى بحيث يشير اصبع الابهام لاتجاه التيار في السلك، فيشير اتجاه دوران الاصابع لاتجاه المجال حول السلك. وبقول لك خلي بالك ملحوظه ان يمكن استخدام قاعده امبير لليد اليمنى لتحديد قطبيه وجهي الملف اللولبي، بس هتبدل دلالات الاصابع، هتخلي الابهام هو الدفاع الفيض والوسطى ودوران الاصابع لدوران التيار في الملف. طب عقارب الساعة والبريمة اليمنى بستخدمهم لتحديد قطبية وجه ملف دائري أو لولبي بدلالة اتجاه التيار المرفي. عايز تقول تحديد اتجاه المجال المتولد من الملف الدائري أو اللولبي، مفيش مشكلة. نص قاعدة عقارب الساعة بيقول إن إذا كان اتجاه التيار في الملف عكس اتجاه التيار عكس اتجاه عقارب الساعة، فالوجه ده وجه شمالي خطوط الفيض بتخرج منه، ولو كان اتجاه التيار في الملف مع حركة عقارب الساعة فيبقى الوجه ده وجه جنوبي خطوط الفيض بتدخل ليه. طب البريمة اليمنى بتقول ايه؟ بتقول قادر بريمة بيدك اليمنى في اتجاه التيار او في اتجاه دوران التيار، فإن اتجاه الدوران هو اتجاه التيار واندفاع الفيض هو اتجاه اندفاع البريمة. فليمنج اليد اليسرى كنت بستخدمها لتحديد اتجاه القوة الكهرومغناطيسية اللي بتأثر على سلك مستقيم بيمر فيه تيار كهربي وهو موضوع عموديا في مجال مغناطيسي. والنص بتاعها بيقول اجعل أصابع اليد اليسرى متعامدة، أهي أصابع اليد اليسرى متعامدة بحيث يشير أصبع السبابة لاتجاه المجال الوسطى ومعه بقية الأصابع لاتجاه التيار، فيشير الإبهام لاتجاه القوة المؤثرة على السلك. وبرضه بستخدمها لتحديد اتجاه عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل بيمر فيه تيار كهربي هو موضوع في مجال مغناطيسي، لأن العزم ما هما إلا قوتين متساويتين مقدارا متضادين اتجاها ولا يجمعهما خط عمل واحد. قاعدة لينز بتحدد اتجاه التيار المتولد فيه ملف بالحث الكهرومغناطيسي، وبتقول إن دايما ما يكون اتجاه التيار المستحث بحيث يعاكس التغير المتسبب في وجوده. قاعدة فليمنج اليد اليسرى بتقول إن بتحدد اتجاه التيار الكهربي المستحث المتولد في السلك المستقيم اللي بيتحرك عموديا في مجال مغناطيسي، وبتقول اجعل أصابع اليد اليسرى متعامدة بحيث يشير نفس الدلالات على فكرة بتاعت فليمنج اليد اليسرى واليمنى، بس انت هنا بتبدأ بالمجال والقوة أو الحركة وتلاقي في الآخر إن هو بيحدد لك الوسطى ومعه بقية الأصابع لاتجاه التيار المتولد في السلك. دي كده القواعد بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها علشان محدش يتلخبط فيهم بعد إذنكم. نكمل بقى الكلام بتاعنا اللي احنا كنا واقفين عنده. طيب في كده ملحوظة صغيرة جدا بتقول، أو يعني استنتاج أنت لازم تكون عارفه، إن كلمة المركبة الأفقية لمجال الأرض أو كلمة المركبة الرأسية لمجال الأرض معناها إن هو طالب منك في المسألة إنك تحسب بيه أو هو يديك بيه. يعني يقول لك سلك مستقيم يتحرك في مجال الأرض، فاحسب المركبة الأفقية لمجال الأرض علما بين الـ EMF بكذا والـ L بكذا والـ V بكذا، يبقى هو بالنسبة لك طالب البي، مالكش دعوة بكلمة المركبة الأفقية لا، كل ده كده معناه كثافة الفيض. طب ايه الفرق بين المركبه الرأسيه والافقيه؟ ده بس تفسير علمي علشان ما نقدرش نقول ان المساله بتاعتنا فيها غلطه، ان السلك بيتحرك في شغل متجهات، فدي حاجه ما تخصكش خالص، انت عندك مركبه افقيه او مركبه رأسيه انت بتحسب البي كثافه الفيض.
طيب عايزين بقى نشوف لو كان عندي أصلا مجال مغناطيسي، بس المجال ده كان مو متغير. يعني إيه متغير؟ يعني شوية يزيد ومرة يقل، شوية يزيد ومرة يقل، عامل كده أهو. ففي الحالة ديت ده اسمه فيض متردد، عامل زي التيار المتردد، شوية يزيد وشوية يقل، شوية يبقى بزيرو وشوية يبقى بقيمة عظمى، هكذا. رحت أنا حطيت هنا قطعة معدنية سميكة غليظة، فهلاحظ إن القطعة المعدنية السميكة الغليظة بسبب تغير الفيض القاطع ليها بتتولد فيها تيارات دوامية، ساعات بنسميها تيارات إعصارية. التيارات الدوامية الإعصارية ديت بتسبب بسبب قطع تتسبب في ارتفاع درجة حرارة القطعة المعدنية السميكة الغليظة بسبب تحول الطاقة الكهرومغناطيسية المغناطيسية اللي بتتولد بعد كده الكهربية اللي بتتولد بعد كده إلى حرارية تسبب انصهار القطعة المعدنية السميكة الغليظة. علشان كده التيارات الدوامية ديت من أهم الأضرار ليها فقد الطاقة على هيئة حرارة، فبتسبب تلف الأجهزة. وده كان من الحاجات اللي بتخليني ما استخدمش الجلفانوميتر مع التيار المتردد، لأن الجلفانوميتر جواه إيه؟ جواه قطعة معدنية سميكة غليظة اللي هو القلب المعدني. لو كان دخله تيار متردد يحصل فيه تيارات دوامية، التيارات الدوامية دي ملهاش صرفة، بتتحول درجة لحرارة، فالحرارة ديت ترفع لي درجة الحرارة وتسيح لي الجهاز بتاعي وتسبب تلف. يبقى إيه هي أضرار التيارات الدوامية؟ فقد الطاقة على هيئة طاقة حرارية تسبب صهر الأجهزة أو تلف الأجهزة. طب إيه هي الفوائد بتاعة التيارات المترددة؟ استخدامها في حاجة اسمها أفران الحث، استخدامها في أفران الحث، ودي أجهزة تستخدم لصهر المعادن معتمدة على التيارات الدوامية. تحولات الطاقة في التيارات الدوامية إيه؟ إن أنا عندي مجال مغناطيسي أو طاقة مغناطيسية بتتحول إلى طاقة كهربية اللي هو التيارات، فالطاقة الكهربية دي مالهاش صرف غير إنها تتحول إلى طاقة حرارية. يبقى اهو علشان جت قبل كده التحولات الطاقة بتكون ايه في التيارات الدوامية، يبقى مغناطيسية لكهربية الى حرارية. طب ازاي اتغلب على التيارات الدوامية؟ الصراحة احنا ما بنقدرش نتغلب عليها بنسبة 100%، بس احنا نقدر ان احنا نتغلب عليها ونسبب الاثار، نقلل الاثار بتاعتها بان احنا نعمل حركة ظريفة جدا، نقطع القلب المعدني إلى شرائح وأعواد. يعني نمسك القطعة المعدنية دي أقطعها لشرائح كده أهو أو أعواد، الشرائح أو الأعواد دي هتقلل لي، هتزود لي في المقاومة الكهربية فتقلل لي في التيار الكهربي الناتج، وفي الحالة دي التيارات الدوامية نسبتها تقل. نبدأ بقى اللي احنا نشوف حاجة تانية، الحث الكهرومغناطيسي، بس المرة دي هيكون حث متبادل بين ملفين. الحث المتبادل، هل لازم يعني المجال المغناطيسي دوت يكون جاي عشان يأثر على الملف بتاعي يكون جاي من مغناطيس، مغناطيس اللي هو المغناطيس القضيب دوت؟ لا مش شرط. احنا هنبدأ بقى نشوف ان ممكن يحصل اي ام اف بس لما يكون الفيض جاي من ملف مجاور، يحصل ما بين الملفين بتوعي حاجة اسمها حث متبادل بين الملفين. خلينا كده نشوف واحدة واحدة. لو أنا عندي دايرة بالشكل ده، ملف متوصل بمصدر تيار كهربي مستمر ومفتاح كي وريوستات، جنب ملف تاني هو عبارة عن ملف بس مع جهاز جلفانوميتر وخلاص. الملف الأولاني دوت بنسميه باسم الملف الابتدائي، والملف التاني ده بنسميه باسم الملف الثانوي. احنا عايزين بقى كده نشوف شوية حالات وشوية نقدر نعمل بيها اي ام اف من الملف الأولاني هيطلع لي فيض يأثر بيه على الملف الثاني. حالات، أول حاجة بقى كده لو إحنا رحنا ماسكين الدايرة الابتدائية بتاعتنا قفلنا المفتاح كي، يبقى حالات لحظة غلق دائرة
الملف الابتدائي. طب سؤال، هو انا لما اقفل الكي كده التيار ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد ولا يقل؟ يبقى هيزيد، كان بصفر بقى بقيمة يبقى زاد، يبقى ده كده لحظة زيادة شدة تيار الملف الابتدائي. طب التيار لما يزيد ممكن يزيد ازاي مرة تانية؟ يعني انا عايز ازود التيار ومعايا الريوستات، اعمل ايه في الريوستات؟ اقلل الريوستات، يبقى لحظة انقاص مقاومة ريوستات الملف الابتدائي. طب مش انت عارف ان البي كثافة الفيض بتتناسب تناسب طردي مع شدة التيار؟ يبقى معنى كده ان لحظة زيادة التيار ينتج عنها لحظة زيادة الفيض المغناطيسي الخارج من الملف الابتدائي. طب سؤال، هو الفيض بيزيد لما انت كنت بتقرب المغناطيس ولا بتبعده عن الملف بتاعك؟ اكيد لما كنت بتقرب، يبقى ده كده لحظة زيادة، لحظة تقريب الملفين من بعضهما. طيب هو انا ممكن ازود الفيض ازاي اصلا في ملف؟ ازاي اخلي الفيض يزيد؟ بزيادة معامل النفاذية المغناطيسية، بان انا اغرس او اجعل قلب الملف اللولبي من الحديد المطاوع، يبقى لحظة غرس ساق حديد مطاوع. يلا بقى نشوف الست حالات دول يعملوا لي في الملف الثانوي ايه. ركز بقى كده معايا واحدة واحدة. انت في الملف الابتدائي التيار بتاعك خارج لفوق كده، فيتولد منه فيض مغناطيسي، يبقى قطبه الشمالي هنا وقطبه الجنوبي هنا. انت دلوقتي الست لحظات دول مكافئين للحظة تقريب الملفين، يعني كأنك بتقرب الملف ده كده تقريب او ادخال. طبقا لقاعدة لينز تلاقي ان الملف الثانوي هيرد عليك بعكس اللي انت عملته، انت عملت قوة تقريب، هو يعمل معاك قوة تنافر. طب قوة التنافر ديت تسبب لي ان يكون بالحث الكهرومغناطيسي القطب المشابه للاس المقابل للاس، يبقى قطب مشابه اس برضو والناحية التانية. لو انا بقى رحت حددت في الملف الثانوي التيار، هلاقي ان التيار نازل لتحت كده، هلاحظ ان اتجاه التيار في الملف الثانوي عكس اتجاه التيار في الملف الابتدائي. علشان كده بقول ان الست حالات دول بيتسببوا في تولد EMF مستحثة عكسية، EMF مستحثة عكسية، EMF مستحثة عكسية في الملف الثاني. يجي في الامتحان ويقول لي اذكر 3 حالات يمكن بها توليد قوة دفع كهربية مستحثة عكسية في الملف بتاعي، بختار 3 من الـ6 دول، ولازم تكون عارف الستة كلهم علشان ما يجيبش واحدة منهم في الامتحان وتبوظ الدنيا. طيب تيجي بقى نعمل عكسهم، يلا نشوف حالات في اللحظة اللي أنا ممكن أفتح فيها الملف، يبقى لحظة فتح دائرة الملف الابتدائي. طب أنا لما أفتح الملف الابتدائي هعمل إيه في التيار؟ يعني كأني قللت التيار، كان قيمة وبقى بصفر، يبقى في الحالة ديت لحظة إنقاص شدة تيار الملف الابتدائي. طب أنا لما أقلل تيار الملف الابتدائي ممكن أكون عملت إيه في الريوستات؟ يبقى في الحالة ديت بقى لحظة زيادة مقاومة ريوستات الملف الابتدائي. طب كده الفيض لما التيار يقل، الفيض يزيد ولا يقل؟ اكيد طبعا الفيض يقل، ان الفيض ابن التيار، ما دام ما فيش تيار يبقى ما فيش فيض، الفيض يقل التيار يقل الفيض يقل، التيار يزيد الفيض يزيد، يبقى كده لحظة انقاص الفيض المغناطيسي. طيب الفيض يقل لما اقرب الملفين من بعض ولا ابعدهم؟ اكيد الفيض هيقل علشان لما انا ابعد الملفين عن بعض، يبقى لحظة ابعاد
الملفين. طيب انا ممكن ازاي اقلل الفيض المغناطيسي؟ لو انا كنت حاطط قلب متطوع يبقى ساق الحديد المطاوع. يلا نشوف بقى في ال6 حالات دول ايه اللي هيحصل. ركز معايا، ادي الملفين بتوعي كده اهو، ادي الملفين بتوعي كده اهو، ادي الملف الاولاني معايا مصدر، معايا مفتاح، معايا ريوستات، ده ملف ابتدائي، وادي ملف ثانوي معاه جلفانوميتر كده اهو. يلا نشوف انا التيار بتاعي في الملف الابتدائي كان طالع لفوق كده اهو، فيعمل لي هنا ان ويعمل لي هنا اس. انا دلوقتي قلت ان ال6 لحظات دول بيكافئوا لحظة ابعاد الملفين. لو انا حاولت ان انا اعمل ابعاد تبقى لقاعدة لينز، الابعاد دوت يتسبب لي في ايه؟ يتسبب لي ان يكون في قوة تجاذب، والتجاذب ده يعمل لي وجه مخالف، يبقى هنا ان وهنا اس. لو جيت احدد اتجاه التيار في الملف هلاقي ان اتجاه التيار طالع لفوق كده اهو. لو انا بصيت على اتجاهين التيارين هلاقيهم انهم في الملفين حالة واحدة، يبقى في الحالة ديت في ال6 لحظات دول تتولد اي ام اف مستحثة، بس المرة دي بتكون طردية يعني في نفس الاتجاه. كده انت بقى عندك ملفين، تغير تيار واحد تلاقي الـ EMF تولدت في الملف التاني. الظاهرة دي بنسميها ظاهرة الحث المتبادل بين ملفين. فيجي يسألني يعني ايه الحث المتبادل بين ملفين ازاي؟ واحدة واحدة وبالراحة. مش دي ظاهرة تولد EMF؟ حلو، بس فين؟ في ملف، يبقى دي ظاهرة تولد EMF في ملف. الملف دوت هل خرج الـ EMF منه لوحده كده؟ لا، يبقى بسبب. سبب ايه بقى؟ ايه اللي حصل في الملف الابتدائي المجاور ليه؟ تغير في التيار، يبقى بسبب تغير تيار ملف مجاور له. ده الحث المتبادل بين ملفين، ظاهرة تولد قوة دفع كهربية مستحثة وتيار كهربي مستحث في ملف بسبب تغير شدة تيار ملف مجاور له. الحث المتبادل دوت بينتج عنه EMF في الملف الثانوي اللي هو رقم 2، بيتناسب تناسب طردي مع المعدل الزمني لتغير تيار الملف الابتدائي، فيبقى الـ EMF2 على الدلتا I1 على الدلتا T. احنا عايزين بقى ناخد القانون دوت ونبدأ نتعامل معاه كده واحدة واحدة وبالراحة خالص. الـ EMF بتتناسب تناسب طردي مع الدلتا I على الدلتا T، وقلنا إن الـ EMF بتتولد في الثانوي والتيار بيتغير في الابتدائي. الكلام ده بقى لو أنا عايز أشيل التناسب وأحط يساوي، فهلاقي إن الـ EMF بيساوي طبعا في الملف الثانوي بيساوي سالب M دلتا I1 على دلتا T. إيه الـ M ديات؟ نركز بقى كده مع بعض. الـ M ده يسمى باسم معامل الحث المتبادل بين ملفين. الام ده معامل الحث المتبادل بين ملف، عايز اجيبه في طرف لوحده علشان اقدر اتعامل معاه، فالام هيساوي الـ EMF2 مضروبة في الدلتا تي على الدلتا I1، فاقدر اعرف الام بدلالة الـ EMF، واقول امتى الام دي تساوي الـ EMF دي؟ لما الدلتا تي بواحد والدلتا اي بواحد. علشان كده اقدر اعرف معامل الحث المتبادل بين ملفين على انه الـ EMF يبقى عبارة عن مقدار القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة في ملف لما يتغير تيار الملف المجاور بمعدل 1 أمبير لكل ثانية، عندما يتغير
تيار ملف مجاور بمعدل 1 أمبير لكل ثانية. طيب مش أنا أصلا عارف إن الـ EMF من قانون فاراداي سالب إن دلتا فاي إم على دلتا تي؟ طب إيه رأيكم أساوي الطرف ده بالطرف ده؟ هلاقي إن الدلتا تي راحت مع الدلتا تي، واستنتج من هنا إن الـ M بيساوي N دلتا فاي M على دلتا I. الـ N ده بتاع الملف الثانوي، الـ فاي M ده بتاع الملف الثانوي، الـ I دوت بتاع الملف الابتدائي. يبقى أنا عندي كده قانونين لحساب الـ M، إن الـ M بيساوي EMF2 دلتا تي على دلتا اي 1، او ان 2 دلتا فاي ام 2 على الدلتا اي 1. طب انا عايز اجيب وحده قياس لمعامل الحث المتبادل. لو انا مسكت اول قانون عندي اقدر احدد منه وحده قياس. الفولت الاي ام اف بيقاس بالفولت، والدلتا تي الزمن بالثانيه، والاي بالامبير. فمن هنا اقدر اقول فولت في ثانيه امبير. لو انا مسكت الثانيه القانون الثاني فهلاقي ان ال n ملوش وحده قياس، ده عدد، ال phi m بالويبر، وال i b الامبير. طب حد كده شاطر هيقول لي ما هو يا مستر الفولت على امبير دوت بيكافئ الاوم، فممكن ان انا اشيل الفولت على الامبير واحط اوم ثانيه. فحد شاطر تاني يقول لي ما هو الويبر بيكافئ تسلا في متر سكوير، يبقى تسلا متر سكوير على امبير. يبقى انا عندي كده وحده قياس، الثانيه، الثالثه، الرابعه. ممكن بقى حد تاني يقول لي طب ما انا عارف ان التسلا اصلا ممكن اشيلها واحط مكانها النيوتن على متر تسلا امبير، فلاقي ان الكلام ده هو طالع لي تسلا متر على نيوتن متر على امبير تربيع. فك بقى براحتك، وكل دول في الآخر يودوني لوحدة قياس مكافأة اسمها الهنري ورمزها H كابيتال. طب لو أنا عايز أعرف الهنري دوت أعمل إيه؟ وحدة القياس بتتعرف بإن أنا أول حاجة أقول وحدة قياس مين ديت. فالهنري عبارة عن وحدة قياس معامل الحث المتبادل بين ملفين. طب معامل الحث المتبادل بين ملفين دوت ايه اللي بيتولد عنده؟ كان تتولد في الملف الثانوي EMF مقدارها 1 فولت عندما تتغير شدة تيار ملف مجاور اللي هو الابتدائي بمعدل 1 أمبير لكل ثانية. يبقى كل ده يخص مين؟ يخص الحث المتبادل ومعامل الحث المتبادل. طب ايه هي العوامل التي يتوقف عليها معامل الحث المتبادل؟ العوامل التي يتوقف عليها معامل الحث المتبادل، مفيش ولا عامل من القانونين دول. العوامل اللي بيتأثر عليهم يخصوا الملفات. أول حاجة عدد لفات الملفين، تاني حاجة حجم الملفين، تالت حاجة معامل نفاذية قلب الملفين، رابع حاجة المسافة الفاصلة بين الملفين. يبقى ده بخصوص مين؟ بخصوص الحث المتبادل. طب الحث المتبادل دوت في تطبيق عليه، تطبيق مهم جدا جدا من تطبيقاته المحول الكهربي واللي هندرسه في آخر الحصة إن شاء الله. نبدأ بقى نتكلم دلوقتي عن حاجة زي الحث المتبادل، وهي الحث الذاتي في الملف. ايه اللي يفرق بقى الحث الذاتي عن الحث المتبادل؟ ركز معايا. لو انا مسكت ملف كده عندي وادي لفاته كده اهو،
ومتوصل بمصدر تيار كهربي مستمر أهو، وآدي الريوستات، وآدي المفتاح السويتش اللي اسمه كي، وآدي الفي بتاعه. فأنا عارف دلوقتي إن التيار بيخرج من الابتدائي يمشي كده. لو أنا بقى تتبعت مسار التيار لفة لفة، هلاقي إن أول لفة يمشي فيها كده أهو، فيخرج منه في أول لفة فيض يقطع باقي اللفات. ففي الحالة دي تتولد قوة دفعة كهربية مستحثة عكسية تعاوق نمو التيار. أنا بحاول أزود التيار، أنا لسه بزود التيار، ألاقي تتولد قوة دفعة كهربية مستحثة تعاوق نمو التيار فتوقف التيار. فلما يتوقف التيار ألاقي إن الـ EMF المستحثة تحولت إلى طردية، وبالتالي الفيض دوت هيتلاشى، وكمان التيارات ديت العكسية هتتلاشى، ولا إن التيار بتاعي هيكمل المسار بتاعه كده أهو. فلما يدخل في اللفة التانية ألاقي إن الفيض يقطع عدد لفات أقل، فتتولد EMF مستحثة عكسية بس بمقدار أقل تعاوق نمو التيار. كل هدف الـ EMF المستحثة اللي في الملف إنها تعاوق النمو التيار لو كانت عكسية. طيب كل ما أنا أحاول أمرر التيار في لفة كمان ألاقي إن تتولد EMF مستحثة عكسية تعاوق نمو التيار. الـ EMF ديت نتجت نتيجة تغير التيار اللي في الملف نفسه. احنا المرة اللي فاتت كانت بتنتج الـ EMF الطردية والعكسية لما كنت بغير تيار ملف ابتدائي فتتولد EMF في الثانوي، انما هنا شغلي كله في نفس الملف. علشان كده بنعرف الحث الذاتي على انها ظاهر التولد قوة دفعة كهربية مستحثة وتيار كهربي مستحث في ملف نتيجة تغير التيار المار فيه في نفس الملف. المرة اللي فاتت كنا بنقول في ملف في مجاور. طيب من هنا هلاقي ان الـ EMF اللي بتتولد في نفس الملف بتتناسب طردي مع التغير في التيار القاطع ليه او المار فيه. ومن نفس الحكاية شيلي علامة التناسب فيطلع ان الـ EMF بيساوي سالب ثابت التناسب بتاعي، هيبقى اسمه L دلتا I على الدلتا تي، والمرة دي ال هيكون اسمه نفس الاسم معامل الحث، بس المرة دي بيكون حث ذاتي. يبقى ال ال ده معامل الحث الذاتي، وهيتعرف بنفس التعريف وبنفس القوانين. فمن هنا ال ال بيساوي ال اي ام اف دلتا تي على دلتا اي، فيعرف معامل الحث الذاتي زي ما بنعرف معامل الحث المتبادل بتغيير كلمة واحدة بس. ايه هي؟ بدل ما كنت بقول في ملف مجاور هقول في نفس الملف. يبقى انا لو حبيت اعرف هنا معامل الحث الذاتي اقدر اقول ان هو مقدار القوة الدفع الكهربية المستحثة بين طرفي ملف نتيجة تغير التيار المار فيه بمعدل 1 أمبير لكل ثانية. وطبعا لو هنا فكيت الاي ام اف او قلت ان الاي ام اف بيساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي، استنتج من هنا برضو ان ال ال بيساوي ال ان دلتا فاي ام على دلتا اي. بس طبعا هنا محدش يجي يقول لي مين الابتدائي ومين الثانوي، لان هنا ما عنديش غير ملف واحد بس، فلا هحط ابتدائي ولا هحط ثانوي. طيب لو انا بقى عايز اشوف وحدة القياس نفس وحدات قياس معامل الحث المتبادل هي الذاتي، فولت في ثانية على امبير، اوم في ثانية، ويبر على امبير، تسلا متر تربيع على امبير، وكل دول بيكافئوا الهنري. وتعريف الهنري بمناسبة ان هو معامل الحث الذاتي نفس التعريف بتاع الابتدائي، بس بدل ما بقول في ملف مجاور بقول في نفس الملف بمعدل 1 أمبير لكل ثانية وشكرا. طب ايه هي التطبيقات، تطبيقات الحث الذاتي؟ عندي تطبيقين مهمين: إضاءة مصباح الفلوريسنت، وكمان تجربة إضاءة فلاش الكاميرا أو مصباح النيون.
في بعض الكتب، وده كان موجود في المنهج في كتاب المدرسة واتشال من فترة، تشغيل ملف رومكول اللي هو ملف الإشعال الذاتي في السيارات. طيب عايزين بقى من هنا نعمل حركة بسيطة جدا علشان نقدر نطلع قانون نحسب بيه معامل الحث الذاتي زيادة. احنا دلوقتي لقينا ان معامل الحث الذاتي بيتحسب بنفس قوانين معامل الحث المتبادل بالملفين. عايزين بقى نحط قانون زيادة، يعني حزتي نكرمه شوية. فاحنا ممكن نمسك القانون اللي من تحت ده ونفك الدلتا فاي ام، فتتفك تبقى دلتا بي ايه، يبقى ال ال بيساوي ام. هنفك الدلتا فاي ام تبقى دلتا بي في ال ايه على الدلتا اي. وممكن نفك الدلتا بي بما انه جاي من ملف لولا بي، فالبي ديت تبقى بتاعت ملف لولبي، فبي الملف اللولبي بيساوي ميو في الاي في الان على ال. فلاقي من هنا ان انا لما اشيل الدلتا بي فهيبقى ال بيساوي ميو ان تربيع في الايه على ال. ده القانون الثالث اللي انا بستخدمه بدلاله بقى عدد اللفات وشد ومساحه وش الملف وطول محور الملف والميو. طبعا حد هنا بقى ممكن يتلخبط ما بين ال ال ديت وال ال ديت، فلو سمحت ممكن ان انت تغير شكل ال ال بتاع معامل الحث الذاتي، ممكن تخليها برقبه من فوق او يعني قاعده من تحت كده اهو، يعني اي تفريق علشان ما تتلخبطش. ال ال ديت معامل الحث الذاتي، انما ال ال اللي تحت ديت طول الملف اللولبي. طبعا من هنا نعرف نطلع العوامل، هي نفس العوامل بتاعت الحث المتبادل. اول حاجه معامل النفاذيه المغناطيسيه، تاني حاجه مربع عدد اللفات، تالت حاجه مساحه وجه الملف، رابع حاجه طول محور الملف. طب في تجربة ظريفة جدا بتاعت تجربة إضاءة مصباح الفلور، إضاءة مصباح النيون. لو أنا عندي مصدر تيار كهربي قوته الدفعة الكهربية 6 فولت بس، متوصل معاه مصباح نيون محتاج إن عشان يشتغل 180 فولت. إزاي أشغل المصباح دوت كفلاش كاميرا يقدر ان هو يتوهج للحظة زمنية قصيرة؟ طبعا معايا هنا مفتاح اسمه كي. بكل بساطة بروح رايح موصل على التوازي ملف حث كده اهو. ايه اللي بيحصل؟ بنختار لحظتين. اول حاجة لحظة غلق المفتاح كي. ايه اللي بيحصل لحظة غلق المفتاح كي؟ بيتقفل كي كده اهو، ويمشي التيار من الموجب، يجي عند النقطة دي يلاقي فيه فرعين توازي، بس فرع محتاج 180 وهو ب 6 فولت، فما يدخلش فيه انما يدخل لملف الحث. يبقى في الحالة ديت يمر التيار في ملف الحث ولا يضيء المصباح. ليه؟ لان الاي ام اف اللي محتاجها المصباح عشان يضيء مش قد الاي ام اف اللي خارجه من المصدر الكهربي. طب الحاله الثانيه لحظه عند فتح المفتاح كي بسرعه. انا لما افتح كي بسرعه كده في الحاله ديت الاقي ان ملف الحث ده التيار بتاعه بيقل. طب هو التيار لما بيقل كانت بتتولد قوه دفعه كهربيه مستعصه طرديه ولا عكسيه؟ لحظة فتح الدايرة، زيادة انقاص التيار، زيادة الريوستات، انقاص الفيض، ابعاد الملفات، نزع ساق حديد المطاوع، في الحالة ديت تتولد اي ام اف مستحثة طردية. فالتيار يجي هنا اللي هو الاي ام اف الطردي، يجي عند النقطة دي يلاقي قدامه مصباح محتاج 180 فولت وهو اصلا قيمته 640 فولت، فالمصباح ده يتوهج لحظيا. طب باقي القوة الدفع الكهربية يوديها فين؟ يحاول يمشيها في السلك ده كده اهو، بس يفاجئ ان هنا في مين؟ يفاجئ ان هنا في مفتاح مفتوح وفي هواء، فيعمل على تأيين جزيئات الهواء فتتولد شرارة كهربية بين طرفي الملف بتاعي. يبقى تاني
واحدة واحدة وبالراحة، الموضوع سهل وبسيط. أنا لما قفلت المفتاح كي، أنت معاك 6 فولت ماشي في الدايرة، لقيت إن المصباح ده محتاج 180 فولت، تقدر تقاومه؟ ما أقدرش، فالمصباح ما ينورش. فالتيار كله يدخل في الملف الابتدائي، فتتولد قوة دفع كهربية مستحثة عكسية تعاوق نمو التيار، ولا ليها أي 30 لازمة، والتيار يكمل عادي جدا ويطلع ويلف في الدايرة. يبقى الدايرة بتاعتك هتكون دايرة الملف وبس. إيه اللي بيحصل؟ أول ما أنا أروح رايح فاتح الملف، فاتح دايرة الملف أو فاتح دايرة الجهاز بتاعي كده، دوت لما يتفتح ألاقي إن التيار هنا بيقل، لأن التيار كان قيمة عظمى بقى صفر. ففي الحالة دي لاحظت إنقاص شدة التيار، تتولد اي ام اف مستحثة، بس المرة دي مالها؟ طردية. قيمتها ايه؟ قيمتها كبيرة، يبقى تتولد اي ام اف طردية كبيرة بين طرفي الملف. الاي ام اف الطردية الكبيرة تعمل حاجتين، تعمل على توهج مصباح النيون لحظيا، وكمان تعمل على إحداث شرارة كهربية بين طرفي المفتاح. التجربة دي اسمها تجربة الحث الذاتي أو تجربة إضاءة فلاش الكاميرا أو مصباح النيون، إحدى تطبيقات ظاهرة الحث الذاتي. نبدأ بقى دلوقتي نتكلم عن الثلاث أجهزة بتوعنا. أول جهاز موجود عندنا وأخطر جهاز وأرخم جهاز بالنسبة لكم هو الدينامو. الدينامو ممكن يسمى باسم المولد الكهربي، ومن اسم المولد الكهربي يبقى وظيفته توليد الطاقة الكهربية عن طريق تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. يبقى وظيفة الدينامو تحويل الطاقة الحركية الميكانيكية إلى طاقة كهربية. إيه الأساس العلمي بتاع الدينامو؟ هو الحث الكهرومغناطيسي والشغل بتاع قانون فاراداي بتاعنا. التركيب بتاعه واحدة واحدة وركز معايا. أنا بروح أجيب أقطاب مغناطيسية متقابلة عادية جدا زي الجلفانوميتر، أقطاب مغناطيسية متقابلة مقعرة، آدي الـ N وآدي الـ S، وأروح رايح جايب ملف. الملف ده بسميه عضو الإنتاج، بسميه إيه؟ عضو الإنتاج. الملف ده بيكون أطرافه، ركز بقى في الحتة دي، طرف بيكون قصير والطرف التاني بيكون طويل، كل طرف فيهم بيكون متصل بحلقة، متصل بحلقة. الحلقة المعدنية المفرغة ديت بيكون متصل كل واحدة منها بس كده ملامس لفرشتين من الجرافيت. فرشتين الجرافيت دول بيتوصلوا بالجهاز اللي أنا عايز أستخدمه لو كان مصباح مثلا. يبقى إيه هي الحاجات اللي أنا استخدمتها في عمل الدينامو؟ أول حاجة مغناطيس أقطابه متقابلة، اوعى تقول مقعرة. تاني حاجة بتستخدم ملف قابل للدوران، الملف دوت بنسميه عضو الإنتاج وبنديله اسم A B C D. بعد كده بستخدم حلقتين اللي هم عاملين زي الدبلتين اسمهم حلقتا الانزلاق. حلقات الانزلاق دول بيكونوا ملامستين لفرشتين من الجرافيت. ايه وظيفة فرشتين الجرافيت؟ بكل بساطة وظيفة فرشتين الجرافيت سحب التيار من الملف للدائرة الخارجية. ايه وظيفة فرشتين الجرافيت؟ سحب التيار من ملف الدينامو إلى الدائرة الخارجية. حلقات الانزلاق عادية جدا ديت، بس حلقة عشان تخلي دايما دايما فرشة الجرافيت بتسحب التيار من الملف. طيب
ما دام بقى الدينامو معتمد على قانون فاراداي في الحث الكهرومغناطيسي، فاحنا عايزين نشوف صورة قانون فاراداي لما نستخدمه في الدينامو. ركز معايا، مش احنا قلنا ان الطاقة الحركية بتتحول الى طاقة كهربية؟ يعني الملف ده نفترض ان هو هيدور كده اهو، لو هيدور مع عقارب الساعة يبقى السلك اللي اسمه AB هيطلع لفوق كده، والسلك اللي اسمه سي دي هينزل لتحت كده اهو. طيب مش انت اصلا عندك ان الفيض المغناطيسي بيخرج من الشمالي للجنوبي كده اهو، بيخرج من الشمالي للجنوبي كده اهو. فهتلاحظ ان البي سي السلك اللي اسمه بي سي والسلك اللي اسمه اي دي بيوازوا المجال، يبقى السلكان اللي اسمهم بي سي واي دي يوازيان المجال. ما دام بيوازوا المجال يبقى ما فيش اي ام اف هتطلع منهم، بتساوي صفر. امسك السلكين بقى، السلكان اللي اسمهم اي بي والسي دي، هلاقي انهم عموديان على المجال. ما دام عموديان على المجال فلاقي ان الاي ام اف بتاعتي هتكون قيمة عظمى بتساوي سالب البي ال في، وما فيش ساين ثيتا ولا حاجة. طيب ال ال ديت بتكون طول ال اي بي او طول السي دي. جميل، والدنيا زي الفل. عايزين نحدد بقى اتجاه التيار اللي هيطلع من ال اي بي. اروح اجيب فليمنج اليد اليمنى علشان احدد بيها اتجاه التيار المستحث في السلك. مستر ده ملف دينامو. اي ملف دينامو، مالي ملف ده؟ استخدم قاعدة لينز؟ لا، لينز تستخدمها في الملفات العادية اللي هي بتاعت بقى قانون فاراداي، انما هنا في الدينامو بستخدم قاعدة فليمنج اليد اليمنى، علشان اصلا انت واخد الاسلاك بس، انت مالكش دعوة بالملف كله. ادي ايدي كده اهو اليمين، اول حاجة بحددها اتجاه المجال. ركز معايا بقى عشان تشوف لوحة ايدك بتكون ازاي. اول حاجة تحددها اتجاه المجال، ده اتجاه المجال، المجال ماشي كده اهو، ادي اتجاه المجال ماشي كده اهو. طب القوة بتاعتي طالعة لفوق، ده اتجاه القوة او السرعة، احددها ازاي؟ الف ايدي كده اهو، بص لقيت كده اهو، ادي اتجاه المجال ماشي ناحية الشمال، وادي اتجاه القوة الاعلى، فلاقي ان اتجاه التيار ماشي لاسفل كده. طب لو انا شفت اتجاه التيار بتاع السي دي هلاقيه طالع لفوق كده. طب مش التيار اللي ماشي هنا يروح رايح مكمل يدخل على التيار التاني، فيديني ان الاي ام اف الكلي هيساوي سالب 2 بي ال بتاعت الاي بي في. يبقى دي كده قيمة الاي ام اف اللي في الدينامو. طب سؤال، مش الفي ديت سرعة خطية، يعني المكان الملف بتاعي انتقل من مكان لمكان، بس هنا الملف ما انتقلش من مكان لمكان، ده كان بيدور حوالين محوره. يبقى احنا لازم نشيل الفي ديت ونحط مكانها السرعة الدائرية او السرعة الزاوية اوميجا. في اولى ثانوي عرفنا، او يعني نعتبر نفسنا ان احنا عرفنا، ان الاوميجا بتساوي السرعة الخطية مقسومة على الار، فبنضرب طرفين في وسطين، فبنشيل الفي ونحط مكانها اوميجا في ار، ونقول ان الاي ام اف بيساوي سالب 2 بي ال بتاعت الاي بي، واشيل الفي واحط مكانها اوميجا ار. طب سؤال، هو الار دوت اللي هو نص قطر محور الدوران، مش ده كده بالنسبة لي هو الار؟ علشان الملف بيدور كده اهو، يبقى ده كده ار. طب الار ده اللي هو عبارة عن نص ال ال بتاع البي سي، مش نص ده يطير مع الاتنين ده، وال ال بي سي مع ال ال اي بي يديني المساحة بتاعة وش الملف. ومن هنا يبقى ال اي ام اف بيساوي سالب ال اي بي اوميجا. طب الكلام ده لو احنا كنا جايبين عضو انتاج واحد من لفة واحدة، لو زودنا عدد اللفات معنى كده ان انا هضرب الكلام ده في ان. ومن هنا ال اي ام اف بتاعتي بتساوي سالب اي بي ان اوميجا، سالب ابن اوميجا. خلي بالك ان هنا القانون بتاعك ما فيهوش لا ساين ولا كوساين، يبقى ده كده قيمة عظمى. طب لو سمحت، كان قيمة عظمى والملف بتاعك ماله؟ كان الملف موازي للمجال. الملف ماله؟ موازي للمجال. يجي لك في الامتحان بقى متى يكون الاي ام اف المتولدة
من ملف الدينامو قيمة عظمى لما يكون الملف موازي للمجال، لما يكون الملف موازي للمجال، لما يكون الملف بيوازي المجال. طيب يلا بقى كده نشوف، لما يكون الملف عمودي على المجال، ففي الحالة ديت لما يكون الملف عمودي على المجال يبقى الـ EMF بتاعت الدينامو بتساوي صفر. ايه ده؟ ده انت كده يا مستر فكرتني بعزم الازدواج. ايوه، يبقى انا لما اجي احط سيتا فالـ EMF بيساوي سالب الابن اوميجا ساين سيتا، فالثيتا ديت هتكون عاملة زي بتاعة عزم الازدواج، الزاوية بين العمودي على الملف والمجال، العمودي على الملف والمجال، يبقى الثيتا بتاعت عزم الازدواج زي الثيتا بتاعت الدينامو، الزاوية بين العمودي على الملف والمجال. لو هو جاب لك الزاوية بين الملف والمجال تطرح 90 ناقص ثيتا. هنبدأ بقى هنا كده شوية ملاحظات مهمة جدا. أول حاجة الأوميجا دي ممكن نفك الأوميجا تبقى 2 باي اف، والثيتا ديت ليها علاقة بالأوميجا إن الثيتا بتساوي أوميجا تي، فممكن كمان أشيل الثيتا وأحط مكانها 2 باي اف تي، ونعمل قانون كبير قوي إن الـ EMF بيساوي سالب الـ A بي ان، واشيل الاوميجا احط 2 باي اف ساين، اشيل الثيتا واحط 2 باي اف تي، ويبقى هو ده القانون بتاع الاي ام اف. ايه الاي؟ مساحه وش ملف الدينامو. ايه البي؟ كثافه الفيض. الان عدد اللفات. الاف عدد التردد بتاع دوران الملف. الساين ساين 2 باي اف التردد، والتي زمن الدوره. خلي بالك بقى ان الباي اللي جوه الساين ب 180 درجه، الباي اللي بره الساين ب 22 على 7. دي كده يعني معلومه لازم تفتكرها وتحطها قدام عينيك على افودنك تتصرف. يبقى الاي ام اف بتاعت الدينامو في اي لحظه بتساوي سالب ابن 2 باي اف ساين 2 باي اف تي. الباي اللي جوه الساين ب 180 درجه، الباي اللي بره الساين ب 22 على 7. طيب ما دام في ساين معنى كده ان التيار بتاعي هيكون تيار جيبي، فهلاقي ان التيار اللي خارج من الدينامو واخد الشكل ده. ده كده شكل الاي ام اف بتاعتي، بتبدا من الزيرو توصل قيمه عظمى، ترجع للزيرو توصل للقيمة العظمى بالسالب، يعني الملف عكس اتجاهه لحد ما ارجع للصفر مرة تانية. أخلي بالي من حاجة بقى كده، إن الصفر هنا معناه إن الملف كان عمودي على المجال، إنما لما الـ EMF تبقى ماكسيموم كده معنى كده إن الملف كان موازي للمجال. طب لو انا حبيت اعمل على نفس الرسمه السؤال اللي موجود في كتاب الامتحان وبعض الكتب الخارجيه الثانيه، وجي قبل كده في امتحان اخر السنه جه قال له ارسم لي على نفس الرسمه الاي ام الاي ام اف والفاي ام بتاعت الدينامو، انت لما يكون الملف عمودي على المجال مش انت عارف ان الفاي ام ايكوال بي اي ساين سيتا؟ بس هل السيتا بتاعت الفاي ام هي السيتا بتاعت الاي ام اف؟ لا، ده عكسها. الفاي ام كانت الزاويه بين الملف والمجال، انما الاي ام اف بين العمودي على الملف والمجال. يبقى لما السيتا ديت تبقى بصفر تبقى السيتا دي ب 90، فيديني قيمه عظمى. لما الاي ام اف تبقى قيمه عظمى يديني ده صفر، ولما ده يبقى صفر يبقى ده قيمه عظمى بالسالب، ولما ده يبقى صفر يبقى قيمه عظمى يبقى ده صفر. فلاقي ان الفاي ام بتبقى عكس مين؟ عكس الاي ام اف. يبقى لما الاي ام اف تكون ماكسيمم الفاي ام تبقى زيرو، لما الفاي ام تبقى زيرو يبقى الاي ام اف تبقى ماكسيمم. تمام؟ تمام. طب التردد ده ايه ظروفه؟ التردد دوت اف عباره عن عدد الدورات خلال 1 ثانية، يعني الاف بيساوي عدد الدورات مقسومه على الزمن بتاعي. طيب هنا لقيت ان في الدوره الواحده كان عدد مرات ان الاي ام اف بصفر كان 3،
فبنقول إن عدد مرات الوصول للصفر بيساوي ضعف التردد 2F زائد 1. يعني لو ده تردده بواحد يعمل لي 3، لو ده كان 2 يعمل لي 5. طب عدد مرات الوصول للقيمة العظمى، لو احنا شوفنا هنلاقي ان مرة هنا ومرة هنا يبقى 2F بس. خلي بالك بشرط ان الـ EMF بتاعتك تكون بدءة من الوضع اللي بيكون فيه الملف عمودي على المجال، يعني الـ EMF بصفر. ليه؟ لأن لو الملف بدأ بالقيمة العظمى فالكلام ده هيتعكس. يبقى الكلام ده يتعكس امتى؟ ويبقى عدد مرات الوصول للصفر هي الـ 2F بس لو الملف بدأ من الوضع الموازي للمجال. طيب هنا الملف بتاعي دوت يطبق عليه نفس الكلام بتاع مين؟ بتاع فاراداي. احنا قلنا هي في فرق ما بين الـ EMF بعد ربع دورة والـ EMF خلال ربع دورة. الـ EMF بعد ربع دورة معناها انك تعمل سالب الـ A B N أوميجا ساين ثيتا، والثيتا بتاعتك تكون هي بتاعت الربع دورة اللي هي 90 درجة. إنما الـ EMF خلال المتوسط خلال ربع دورة معناه إن الكلام ده بيساوي سالب N الـ B A على الدلتا T. الكلام ده بقى بيساوي ضعف القيمة العظمى على باي. يبقى أنا لو طلب مني متوسط الـ EMF خلال ربع دورة يديني ضعف القيمة العظمى على باي، وكمان بيساوي سالب الـ A بـ N 4F سالب الابن الرابع للتردد F. طيب أنت دلوقتي بتقول لي ده خلال ربع دورة، طب خلال نصف دورة الـ EMF المتوسط خلال نصف دورة بيساوي سالب N 2 بي اي على دلتا تي، واحنا قلنا ان بيديني نفس القيمه يبقى 2 ضعف القيمه العظمى على باي، وكمان بيساوي سالب الابن الرابع للتردد. لو جه قال لي اثبت ان الاي ام اف بتاعه المتوسط خلال ربع دوره بتساوي ضعف القيمه العظمى على باي، بكل بساطة هفك الـ EMF الماكسيمم هلاقي إن الباي راحت مع الباي، واتنين في اتنين بأربعة ويديني القيمة ديت بدون أي مشاكل بإذن الله. طب لو إحنا حبينا نشوف كده رسمة التيار بالشكل ده، كده هلاقي إن الجزء اللي في النص الأولاني بيساوي الجزء اللي في النص الثاني بس بالسالب، فالـ EMF المتوسط خلال دورة كاملة بيساوي صفر. يبقى متوسط الدورة الـ EMF خلال دورة كاملة بيساوي صفر. طب ازاي بقى لما انا بروح اجيب دينامو ووصله بلمبة، او احنا بنوصله في البيت عندنا لما الكهرباء تقطع، او اصلا مصر بتستخدم دينامو عشان تولد بيه تيارات من السد العالي. لو رحت خدت دينامو الكهرباء اللي خارجة من الدينامو ووصلتها بمصباح، فالمصباح ده هينور، لأننا مش بنعتمد على متوسط الـ EMF إنما بنعتمد على الـ EMF الـ effective. الـ effective ده اسمها القيمة الفعالة للتيار الكهربي المتردد. إزاي؟ هنا المصباح ما يهموش اتجاه التيار، التيار بيعكس اتجاهه وبيعمل اتجاهه، ده ما يهموش، يهمه مقدار الطاقة اللي هتتولد. انا دخلت لي انت دخلت لي تيار من اليمين للشمال هولد طاقه كهربيه حراريه، دخلته لي من اليمين للشمال هولد لك طاقه كهربيه حراريه، ما فرقش معايا ضوئيه قصدي، فما فرقش معايا اتجاه التيار، فاتجاه التيار ده يفرق معاك انت في اتجاه الحركه والحسابات، انما ما يفرقش معايا خالص في مقدار الطاقه. الاي بيساوي اي تربيع ار، فسواء انت حطيت التيار بالقيمة العظمى موجب او بالقيمة العظمى سالب مش هيفرق معايا، انا باخد المقدار وبس والاشارة السالبة بتترمي. يبقى الاي بيساوي اي تربيع ار. طيب القيمة الفعالة للتيار المتردد بتعرف على انها شدة التيار
أو القوة الدافعة، لو أنا بعرف قوة دافعة فعالة فبتعرف بدلالة القوة الدافعة الكهربية المستمر، ولو أنا بعرف الآي الفعالة شيء التيار الفعالة فأنا بعرفها بدلالة التيار بالقيمة بالتيار المستمر. إزاي؟ بقول إن القيمة الفعالة للتيار المتردد عبارة عن شدة التيار المستمر اللي بتولد أو بتعطي نفس الطاقة والقدرة الكهربية لو مرت في نفس المقاومة خلال نفس الزمن. يبقى تاني، القيمة الفعالة للتيار الكهربي المتردد بيساوي شدة التيار المستمر التي تولد في الملف أو في نفس المقاومة نفس الطاقة والقدرة لو مرت في نفس الزمن التي يولدها التيار المتردد. طب لو أنا عايز أجيب القيمة الفعالة ديت، فالـ EMF الإفكتيف بتساوي الـ EMF الماكسيمم مقسومة على جذر 2. إحنا ممكن نقول إنها الـ EMF الماكسيمم مضروبة في ساين 45، أو إنها بتساوي الـ EMF الماكسيمم مضروبة في 707 من 1000. طبعا الكلام اللي بيسري على الـ EMF بيسري على شدة التيار I، فالـ I effective بيساوي الـ I maximum على جذر 2، وكمان بيساوي الـ I maximum في ساين 45، وكمان بيساوي الـ I maximum في 707 من 1000. كل الكلام دوت كلام مهم جدا وبيلخبطني بيه في الامتحان علشان يعمل لي قلق بالقيمة الفعالة أو بالقيمة العظمى. طبعا بقى لو انا عايز اجيب الماكسيمم، اجيب مثلا الاي ام اف الماكسيمم، بعمل العكس، فيبقى الاي ام اف الافكتيف مضروب في جذر 2 او مقسوم على 707 من 1000 او مقسوم على ساين 45. طب التيار المتردد دوت تيار حلو ولا وحش؟ التيار المتردد زي ما ليه بعض الفوائد هنعرفها في الفصل الرابع، فليه عيوب. من ابرز العيوب بتاعت التيار المتردد انه لا يصلح في عمليتي الطلاء الكهربي او التحليل الكهربي اللي انتوا درستوها في الكيمياء الكهربائيه. طب لو انا عايز اعمل تحليل كهربي او طلاء كهربي بدينامو اعمل ايه؟ فمحتاج اعمل تقويم للتيار المتردد. يبقى انا دلوقتي هدرس تقويم التيار المتردد. يعني ايه كلمة تقويم للتيار المتردد؟ يعني تحويله الى تيار مستمر. وانا عندي نتيجين للتقويم، انت تاخد اللي انت عايزه. يعني التقويم دوت ممكن يخرج لي تيار متغير الشدة لكنه موحد الاتجاه، فشكل التيار بدل ما كان تيار جاي بيطالع نازل كده اهو، هنا المرة دي هيبقى بالشكل ده. التيار عادي جدا متغير الشدة بس مش بيعكس اتجاهه كل نص دورة. وإما إن التقويم يطلع لي تيار ثابت الشدة وكمان موحد الاتجاه اللي هو تقريبا مستمر، فيطلع التيار كده اهو. طب إزاي ده بيتم وإزاي ده بيتم؟ في التيار متغير الشدة موحد الاتجاه بيتم استبدال الحلقتي الانزلاق بمقاوم معدني. ايه المقاوم المعدني دوت؟ عبارة عن اسطوانة معدنية مجوفة ومشقوقة نصفين بينهما مادة عازلة. يعني انا بدل ما كان نهايتي الدينامو كده اهو، المرة دي نهايتي الدينامو هيتحولوا إن الأطراف تبقى متساوية، وأحط كده أهو حلقة مجوفة ومقطوعة كده بينهم مادة عازلة. يبقى ده كده بالنسبة لي تحويل التيار المتردد إلى تيار متغير الشدة موحد الاتجاه. إيه وظيفة الحلقة الأسطوانة المعدنية المشقوقة والمجوفة نصين في الدينامو؟ الحصول على تيار موحد الاتجاه غير ثابت الشدة. طب لو أنا عايز أحصل منه على تيار مستمر، تجيب أسطوانة معدنية مجوفة ومشقوقة نصين بينهم مادة عازلة اللي هو المقوم
المعدني وتزود عليه كمان زيادة عدد الملفات، مش اللفات. اللفات تقدر تزود بيها الـ EMF لأن الـ EMF بيتناسب تناسب طردي مع الـ N، إنما هنا زيادة عدد الملفات. يعني الملف بتاعك لو كان واحد كده، لا أنت بقى المرة دي تروح جايب ملف عمودي عليه، يبقى أنت كده عندك كام ملف؟ عندك ملفين. عايز تعمل كمان زيادة في إن الخط ده يبقى مستقيم أكتر، تروح حاطط ملف ما بينهم مايل برضو كده أهو. كل ما أزود عدد أعضاء الإنتاج أو زيادة عدد الملفات، هلاقي إن الخط ده بيبدأ ياخد الشكل المستقيم ويتحول إلى تيار مستمر. بس بلاحظ لو أنا زودت عدد الملفات، لازم أخلي القطع المعدنية أو المقاوم المعدني مقسم إلى ضعف عدد الملفات. يبقى يتم تقسيم المقوم المعدني، مش عايز تكتب المقاوم المعدني وتكتب الأسطوانة المعدنية، إلى ضعف عدد الملفات. يعني أنت لما كنت بتستخدم ملف واحد أهو شقتها نصين فبقى العدد اتنين. طب عايز أخلي ملفين، أروح مخليها 4 قطع وهكذا. ففي الحالة ديت أخلي الخط دوت أكثر استقامة كل ما أزود عدد الملفات. يبقى احنا كده الحمد لله اتكلمنا عن الدينامو بشكل كافي جدا الحمد لله. إن شاء الله المحاضرة الجاية هنكمل المحول الكهربي والموتور مع الفصل الرابع، ويبقى فاضل لنا إن شاء الله محاضرة الفصل الخامس بتاع الفيزياء الحديثة. وشكرا ليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لو حد عنده أي سؤال.